بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن فكرة إنشاء المتحف الطبي العسكري بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة، نتذكر أنه في بداية تعييني مديرا لمستشفى الملك سلمان قمت بزيارة العديد من المرافق خلال الفترة الأولى من تعييني. وعند زيارتي للمستشفى الميداني وجدت العديد من العربات والأدوات والصناديق القديمة التي تعود لأكثر من 50 عام. كان المسؤول عن المستشفى الميداني يشير إلى رغبتهم بإتلافها أو بيعها كرجيع، وخلال حديثه انطلقت فكرة إنشاء متحف طبي عسكري يستفاد منه لتوضيح المرحلة السابقة في الطب، بحيث أن يكون متحف طبي ومتحف عسكري. بعد 6 أشهر طلبت من العقيد عبد الرحمن البلوي وزملائنا فريق التجهيز البدء في التحضير لتحويل هذا الركام القديم إلى متحف طبي عسكري، وفعلا تمت العديد من الاجتماعات والزيارات وبدأت كمراحل، حيث قام فريق التجهيز في المرحلة الأولى بتنظيف العربات والأجهزة والصناديق من الأتربة والغبار، ثم قاموا بتنظيف الأدوات الطبية ثم فرزها، ثم بعد ذلك تم توثيق عدد القطع وأسماءها، وقمنا بعد ذلك بوضع تصور عام للمتحف الطبي العسكري وبدأنا بتجهيزه. وفي عام 39 بالتحديد في اليوم 14 من المحرم قام سعادة المدير العام اللواء سليمان بن محمد المالك بافتتاح المتحف الطبي العسكري، ومنذ ذلك التاريخ المتحف يستقبل العديد من الزوار، وهكذا كانت فكرة وأصبحت حقيقة. المستشفيات الميدانية ليست حديثة في هذا العصر، وإنما ابتدأت منذ زمن قديم. كانت بدايتها عندما أصيب الصحابي سعد بن معاذ في غزوة الخندق، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطبب فيها خلف الجيش. تعرف المستشفيات الميدانية بأنها المرفق الطبي القريب من ميدان المعركة، والذي تجري فيه عمليات جراحية ورعاية طبية طارئة لإنقاذ الكثير من الأرواح. وقد أقيمت هذه المستشفيات على مقربة من أرض المعركة تقرب إلى 3 كيلومترات، وكذلك في غالب الأحيان تحتوي إلى قيام وحاويات وشاحنات وغرف خشبية. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، قام مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بافتتاح متحف المستشفيات الميدانية بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية يوم الأربعاء 14/1/1439 الموافق 4/10/2017. شاركت المستشفيات الميدانية العديد من المشاركات الداخلية والمشاركات الخارجية، ومن ضمن المشاركات الداخلية جميع مشاريع هلال الخاصة بالخدمات الطبية وحملات الأمير سلطان للرعاية الصحية ومشاريع الوحدات العسكرية، وكذلك في حرب الحوثيين الأولى وفي عاصفة الحزم، بالإضافة إلى قوة عرعر بالحدود الشمالية. ومن ضمن المشاركات الخارجية مشاركة المستشفيات الميدانية في الصومال والبوسنة والهرسك ولبنان ومصر، وكذلك في جمهورية الباكستان. أمامنا الآن عربات الأيزو الأمريكية التي كانت مستخدمة في المستشفيات الميدانية، وحاليا تم تحويلها ضمن المتحف الميداني، وداخلها العديد من الأجهزة الطبية القديمة والتي عرضت بطريقة خاصة. من ضمن المستشفى الميداني الخيمة الفرنسية، والتي تعتبر جزء من المستشفى الطائر ICB-80، والمكون من 56 صندوق مجهزة تجهيز كامل بالمعدات الطبية، في الإضافة إلى عدد 2 خيمة وعدد 2 مولد كهربائي، ويتم إسقاطها بالمظلات في أماكن قريبة من أراضي المعركة، ويتكون الطاقم من عدد 2 أطباء جراحة في الإضافة إلى طبيب تخدير، في الإضافة إلى عدد 12 فرد تمريض. هذه عبارة عن ثلاجة ميدانية قديمة استخدمت ضمن المستشفيات الميدانية، وهذه عبارة عن حاوية تم تجهيزها لاستخدامها ضمن المستشفيات الميدانية. أمامنا الآن مغسلة ميدانية قديمة مقطورة تستخدم
قديما مع المستشفيات الميدانية ومع الوحدات العسكرية. احنا الآن متواجدين في العربة الأولى في متحف المستشفى الميداني. كما تشاهدون يوجد لدينا جهاز تخدير ميداني تم استخدامه في عام 1978. الجهاز مركب الآن بالكامل لاستخدامه في الحروب العسكرية والمستشفيات الميدانية. الجهاز يوجد صندوق ملحق به لكي يتم طيه وإنزاله بواسطة المظلات الخاصة بإنزال الأجهزة الطبية الميدانية. كما يوجد لدينا ملحقات خاصة بجهاز التخدير وهي عبارة عن أنابيب وتوصيلات لاستخدامها أثناء عملية التخدير. أيضا يوجد لدينا أجهزة خاصة بمناظير فتح مجرى الهواء التي تعتبر أحد أساسيات عملية التخدير. نحن الآن متواجدين في العربة الثانية. يوجد لدينا صندوق يحتوي على أدوية وآلات جراحية. أحد مكونات هذا الصندوق سماعة تستخدم بطريقتين للسمع وسماعة أخرى تستخدم بثلاث طرق للسمع. تم استخدامها في عام 1942. ويوجد لدينا أيضا نظارة لقياس النظر. في الصندوق الآخر يوجد لدينا أدوية وآلات جراحية تحتوي على شاش وقطن طبي وأيضا بعض المعقمات تستخدم أثناء العمليات الميدانية الجراحية. في الصندوق الأخير يوجد لدينا بعض الأدوات التي تستخدم في الميدان والبعض منها الآخر الذي يستخدم داخل العمليات في المستشفى الميداني. من أبرزها رباط ضاغط تورنيكين مصنوع من القماش يتم استخدامه لإيقاف النزيف لدى جرحى أثناء المعارك لنتمكن من نقل المصاب من أرض الميدان إلى المستشفى الميداني المتنوع. يوجد لدينا في هذا الصندوق أدوية تستخدم أثناء العمليات العسكرية الميدانية مثل المضادات الحيوية، مطهر للجلد والجروح، وأيضا بعض الأدوية الخاصة بأمراض الباطنة والإمساك. في الصندوق الآخر يوجد لدينا بعض الأدوية التي تستخدم كمخدر ما قبل العمليات، وأيضا يوجد لدينا بعض المراهم التي يتم استخدامها كمخدر موضعي قبل بعض العمليات الجراحية الصغرى. في الصندوق الثالث يوجد لدينا جهاز تعقيم للأدوات الجراحية المختلفة بطريقة التسخين، حيث توضع الأدوات الجراحية داخل صندوق ومن ثم تعقيمها بطريقة التسخين. في الصندوق الأخير يوجد لدينا منشار جراحة عظام تم استخدامه في عام 1942، مكون من ماكينة القص، واقي أنسجة موجود تحت العظم، ومقاسات مختلفة من المنشار لقص العظم، وأيضا بعض الأدوات الملحقة مثل جهاز التحكم بالسرعة بواسطة القدم، وأخيرا حقيبة الحفظ الخاصة بالمنشار. نحن الآن متواجدون في العربة الثالثة. يوجد في هذا الصندوق جهاز تنفس صناعي تم استخدامه في عام 1980 أثناء العمليات العسكرية الميدانية. يوجد لدينا أيضا هنا أجهزة شفط سوائل متعددة الطرق، إما متنقل بواسطة الكهرباء أو متنقل باليد. يوجد لدينا هنا جهاز تصوير أشعة ميداني متنقل تم استخدامه في عام 1980. بعد أخذ الأشعة من هنا يتم تحميض الأشعة في جهاز تحميض أشعة يدوي تم استخدامه في عام 1980. وهنا يوجد لدينا جهاز خاص بفصل البلازما من الدم وتم استخدامه في عام 1984.